بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكام سبور وين ما كنتم. يتلقب عشاق الساحل المستديرة مباراة الترجي وصن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. تعرف على توقيت المباراة والقنوات الناقلة والتشكيلة المحتملة. يستقبل الترجي الرياضي التونسي على الملعب الأولمبي حمادي العقد بيرادس نظير صن داونز الجنوب أفريقي في مباراة حاسمة تجمع بينهما الحساب ذهاب الدور نصف نهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. المباراة اليوم السبت 20 أبريل 2024 انطلاقا من الساعة 8 مساء بتوقيت تونس، الساعة 9 بتوقيت مصر، الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. يمكنك متابعة مباراة الترجي وصن داونز من خلال شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا في منطقة شمال القارة السمراء والشرق الأوسط على أن تكون مذاعة عبر قناة بي إن سبور هاش دي 6. كما يمكنكم مشاهدة مباراة الترجي وصن داونز اليوم عبر شبكة سبورت كلوب الكرواتية عبر القمر الصناعي يوتلسات، وكذلك قناة سبورت تي في البرتغالية على القمر الصناعي هاسباسات، وكذلك قنوات سوبر سبورت الجنوب إفريقية المفتوحة والتي بإمكان جمهور شمال إفريقيا الوصول إليها. كما يتوفر البث المباشر لمباراة الترجي وصن داونز عبر تطبيق تود أو خدمة بيين كونكت. وبالعودة لتاريخ المواجهات بين الترجي وصن داونز، يمتلك شيخ الأندية التونسية أسبقية تاريخية حيث فاز في مبارتين على صن داونز مقابل انتصار وحيد للنادي الجنوب أفريقي. ومع ذلك تبقى مهمة الترجي اليوم صعبة قياسا بالمستويات الرائعة التي تقدمها كتيبة المدرب مكوينا في السنتين الأخيرتين. هذا ومن المحتمل أن تعرف تشكيلة الترجي بعض التغييرات مقارنة بمباراة الربع النهائي ضد أساكا بيجو ليبواري، إذ سيعتمد المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو على الرسم التكتيكي 4-3-3 أو 4-1-4-1، ويتواجد أمان الله مميش في حراسة المرمى الدفاع نلقاه كل من بن حميدة توغاي مرياح بن علي، خط الوسط يتواجد كل من أولو حسام تقا وغيلان الشعلالي. أما خط الهجوم فتشهد تغييرين بتواجد البرازيلي يانساس وحسام الدين غشة أو أسامة بوغرة، وقلب هجوم باش نلقاو رودريغو ورودريغيز. إذا متابعينا الكرام متابعي بكام سبور، مباراة الترجي اليوم ماهيش سهلة ولكن ماهيش صعيبة كذلك. الترجي لازم يوفق بين الدفاع والهجوم، يحاول يسجل، وأهم حاجة أنه ما يقبلش أهداف لأنه قبول الأهداف باش يعقد مهمة مباراة العودة. حتى كان ما نسجلوش اليوم لازم ما نقبلوش ونمشيو بحظوظ وافرة إن شاء الله في مباراة الإياب. كل شيء ممكن، بإمكاننا الفوز، بإمكاننا تحقيق نتيجة إيجابية اليوم إذا نخلق التوازن بين الدفاع والهجوم، وخاصة اللاعبين يكونوا جاهزين ذهنيا مركزين لآخر دقائق المباراة، وكذلك الجاهزية البدنية اللي مش تلعب دور كبير في الأدوار كما هذه الأدوار المتقدمة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. حظ موفق لشيخ الأندية التونسية، إن شاء الله زين، إن شاء الله مربوحة للترجي الرياضي التونسي. وانت كانك شايف الفيديو هذا بإمكانك انك تفوز بمريول الترجي، تخلي توقعاتك لنتيجة المباراة، تعمل لايك كومنتير تبارتاج الفيديو هذا وتعمل كابتير ثلاث حوايج، هذا من اللي باش تخليك تدخل في القرعة اللي باش نعلن ان شاء الله على الفائز اثر نهاية المباراة في بث مباشر، مع العلم انه التوقعات تتوقف مع بداية المباراة. حظ موفق للجميع، شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.